هني اللي اسمه معيذ هذا طلع رجال النشمي وصادق. حلالا والله بصح انا رجال النشمي والله انا غريب عليه. ما شاء الله عليك ايه بل عباه لا اشوفك في هالبيت تلفين ولا تروحون تجون بدون عباك. يلا. والحين ما حزعلان مني صح؟ زعلان؟ الا زعلان ونص، وانا لا يمكن انسى نزالتك يا رمية الين يحطوني في قبر. نو مرزوق، اثبت ان انا على حق وانت كنت ناوي تغشني. صح كنت ناوي اغشك، بس انت كاخت المفروض تغشين لي ما هو بتسجنيني. اخواني عيال مطلق وضيح، بالمناسبة هذه اسمحوا لي بهالكلمة الضافية. الضافية ضف وجهك. ما راح اقول اي شيء ولا راح اضف وجهي لين اقول هالكلمتين. قول بالاخر قول. بما ان المياه رجعت لمجاريها واجتمعت هالأسرة السعيدة، الحقيقة احب ازف لكم هذا النبأ السار والجميل اللي الحقيقة يعني راح يفرح صدوركم. وات قولوا لي الف مبروك، انا رجالنا انخطبت. ايش يا ولد يا ولد ما تفهم ما تفهم ما تعقل، انا رجالا خطبت حرمت اقول انخطبت، انا خطبت ما انخطبت. كونجراتوليشن من اخي كونفريشن دنفريشن در فرنش 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 فيشن. مبروك مبروك عقبال ان شاء الله قصدي عقبال مرزوق. شوفي كيف انا اول مره اعرف ان عندك سراء. وي وي سامحني يا معيط مسامحني، ترى طقيت اليوم طقش كثره. اهلا 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 بالذكي. تذكى علي انا يا سرور؟ لا حبيبي اصحى اصحى يا سرور، انا معيض والاجر على الله. بعدين انا قايل لك انا اللي باذن الله ارفعك فوق وانا اللي انزلك واطي الارض ان شاء الله. انا قايل لك العب بعيد العب بعيد عني ان شاء الله. اه يا راسي اه. لا لا جورج انا اول مره في حياتي ابشر، صدق رغم الملايين اللي جبتهم ماي ما اقدر اغيرك لا من داخل ولا من برا. اي تنحي الملايين ما تعني ولا شيء، صدق المناحي لحين يسوق الباص ولا واضحه تبي تروح تفرش بسطتها هنا ولا مرزوق فكر حاله مطرب. يس جورج اوكي مي تو باي باي. اوكي باي. هاي واضحه. هاي رميا شنو هذا حلو واضحه بعد التعديل. يس 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 بركاتك يا رميا بركاتك. اهم شيء سويتيه غطيتي لي ضربه ام صلبوخ وصرت اشبه جنجر لفز. الا قول يا رميا وش رايك بزواج اخوي مناحي؟ بس في مشكلة. وش هي؟ بس مناهي مش رومانسي، كيف يتجوز؟ ويه عادي، حنا الرومانسي ما يزوجونا ولا يعطونا ويه ولا حتى يبطلوا له الباب. نو مستحيل، انسان مثل مناهي قاسي، كيف يكون اب وزوج؟ اب اجل معظم رياجيننا مثل مناحي ومتزوجين وعندهم عيال، كيف ما ادري؟ الزواج يا واضحة تبادل للعواطف، للمودة والرحمة والحب. كيف مناحي تحب؟ والله لو جابت لزوجته سرت الحب يطلقها. لذلك انا قررت اعطي مناحي دروس في الاتيكيت. وي وي اجل راح فيها مناحي. صدقوني صدقوني يا اخوان انه الامل فيكم هو اللي كان مصبرني في ايام السجن، يعني هذا كله كان لاجلكم. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامة رجعتك، ترى الفن فقد الكثير كثير في غيبتك. عموما يا اخوان لازم نعوض اللي فات، لازم نشتغل اكثر، لازم نشتغل اكثر، نعمل بروفات اكثر عشان نعوض الايام اللي راحت، ويا ريت يا ريت نبدا من الان، تفضلوا. يا ويلي ويلاه يا لم يا ولي ارحم والديك فكيني. مناحي
لازم تتعلم اتيكيت. يا بنت الحلال انا ما احب التركيت، انا توني متغدي شبعان ما عاد ابغى شيء ولا عاد ابغى تركيت. مناهي تكيت يعني كيف تتصرف، يعني تغير ثيابك، تتحمم، تغير شوي شكلك، مش كذا؟ يا غبي ما تعرف وش هو ترمبكيت؟ شوف على وجهي وشكلي وتعرف وش تقصد. غبي هاي الدلاله، علي الحرام لنقمت لرميك في البركه. اصلا اللي عاشرك العمر هذا كله لا يعرف لا تركيت ولا بركيت. انا احسن منك في الترمبكيت، على الاقل اعرف شلون اتصرف. بليز بليز واضحه مناهي، بليز علشان خاطري لازم تاخذ دروس في اتيكيت. أمري لله، أمري لله يا زين بيتنا الشعبي، يا زين المكيفات الصحراوية، لا تركيت ولا بركيت، لكن حيل الله أقوى. أوكي، أول درس تتعامل مع المرأة، أوكي؟ واضحة؟ تعالي. وش تبين فيني؟ بليز واضحة. ما تخلونا مرتاحين، أجل ليه جايبة السينما في البيت ها؟ مو عشان أشوف البس والفار؟ خلتيني أذبحهم في البيت، ما بقى منهم ولا واحد، كان جبت معاي واحد يسليني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا بحفظ الله ورعايته. أوكي مناهي، أول درس أخليك كيف تتعامل مع حرمة، أوكي؟ يلا قوم. يلا قوم، دام مجلس أبو حمدان جلس قدامي ما عندي أي مشكلة. أوكي، والحين تفضل هذا. الله لا يهينك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كده يا مناهي، كده. طيب. كده. أها. يلا واضحة قومي روحي هناك. لا إله إلا الله قومي وقعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تعالي شوي شوي تعالي. وي 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 وي. يلا مدي إيدك كذا. اي أنت مد إيدك. مشاك الله كذا بس. على تيكيت حقكم هذا كله بسيط، من بلا تيكيت بلا تيكيت. كيف الحال؟ الحمد لله. شلونك؟ عساك بخير. ها هذا الورد خليه هدي لك. ها يلا. لا تيكيت ولا تريكيت. ما غير مرض جديد يا عمي ابو حامد اسمه التريكيت، لكن ابشرك ما هم معدي. ها والله انا قاعد هنا حقيقه اني يعني انزعجت، لكن الحمد لله الحمد لله على سلامتك والف سلامة. في موضوع الحقيقة شاغلني وانا ودي اخذ يعني الجواب منك الان. يعني انت تعرف انه انا طرحت عليك موضوع، ها؟ فحاب اعرف يعني رايك وش وجهة نظرك في المسألة. ها الحقيقة يا عم ابو حامد رجال يحصل له انه يناسبك وما يناسبك هذا رجال ما هو بكفو، وانا الحقيقة يشرفني ان اناسبك لاني اكون جاحد للنعمة اذا ما ناسبتك. يعني افهم من كذا انك موافق؟ اي موافق طال عمرك. ألف مبروك. الله يبارك في عمرك. إذن نتوقع إن شاء الله منك أنت والأخوان عن قريب زيارة علشان الخطبة. أي والله يا عمي هذا يعتمد على التريكيت. إذا التريكيت انتهى بدري بتحصل إن شاء الله عندك طوالي. وأنا كل أمنيتي الحقيقة إن التريكيت هذا ينتهي بدري وتزوج، لأن الحقيقة إذا تزوجت ها والتريكيت ما انتهى أبجيك وأنا ما باقي من إلا 10%. صحيح الكلام يا وضحى. أنا سامعتها بذوني تقول أول ما تخلص من مناحي وتخليه يصير عديمي في الترمكيت بتفتح لنا شركة وبتخلينا فيها كلنا جميع. وأنا المدير. ما قالت هي من المدير، بعدين ما تحصل غيرك أنت يا الداشر، ليه ما أكون أنا المديرة؟ أنا قال أعرف أرطن اللغات. طيب ما لمحت لك عن الراتب؟ شوفي أنا لا يمكن أقبل بأقل من 20,000، يكفي إني مطرب مشهور ورضيت أمسك لها شركتها. وانت تعينت مدير عشان تحدد الراتب، هي زين منها اذا رضت تعينك مراسل براتب 1,500. هاي بمشكلة، متى نداوم بس؟ لما يخلص مناحي من البسكليت مدري ترمبيك. مناحي ترمبيك يبيلة 3-5. يا سيباوي يخلص. سيباوي مطرب مش دخل في الحساب. 3-5 7,000 سنة على بال ما يتعلم ناحي الاتيكيت. هانت. كذا هذه هنا؟ ايه وهذه هنا؟ ايه بس انا ما اكل الا باليمين لان اليسار ما اكل بلا شيطان. اوكي. ايه الله يعيننا على التركيت. كذا مناحي كذا. اي كذا مناحي كذا. ها ها برافو مناحي.
منوهي مش كذا، كلب بدون صوت وتمك مكفول. برافو مناهي، في تقدم كبير. عشان كده أنا جايبت لك مفاجأة جدا حلوة. أنا جايبت لك عصفور جميل، صوته جميل جدا. لا عاد الطيور الله يهديك يا لمي، حنا خبراء فيها. مرة من المرات سجلنا لنا كسيت بأنواع وأصوات الحيوانات كلها. عن إذنك دقيقة. خذي راحتك، دقيقة دقيقتين، ساعة ساعتين، يوم يومين، أربعة شهر، عمرك ما رجعتي. أتكيت والله أوريك فالأتيكيت، أنا ذبحني ذا الأتيكيت. شغلتنا والله شغلة إبليس. أتيكيت أتيكيت أتيكيت، بسم الله. يا الله توفيقك يا الله. الحقيقة الأتيكيت هذا حلو مرة واحدة يا لمياء. أنا أحس إني بدون الأتيكيت ورحت فيها، بدون الأتيكيت هذا ما ينفع. الاتيكيت ما في كويس، الاتيكيت مويا. ايوه يا ابني ولا اتيكيت. والله ما ادري وش اقول لك يا معين، يعني انا كنت اتوقع انك تخطب وضحها، لكن لم يتخسي. لا ما اتوقع، ما في امل. بس اذا تبي وضحها فانا مستعد، ونتيجة لموقفك وشهامتك اني اقول لك ما عندي مانع بالنسبة لوضحها. يلا وضحها وضحها، اهم شيء نكون قريبين عند الملايين. كل شيء؟ لا 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 لا، بس وشلون نقنع اخوك مناحي؟ لا 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 لا، ما عليك ما عليك، مناحي خله علي. بس وش رايك اقترح عليك نحطك في فتره تجربه لمده 3 اشهر؟ ما عندي مانع. واذا لاحظ، اذا نجحت في التجربه رسمناك. ما في تركيت أبد، تركيت فوق. يا ويلي ويلك. شفيك يا ناحي؟ آه يا أخوي يا مرزوق، أثر التركيت هذا شيء ما هو بسهل، تكنولوجيا. يا مناحي يا مناحي، لازم تتعلم، لازم تتعلم بسرعة عشان نخلص من موضوع الشركة هذه. الله أكبر، بتوظف عند فرنجية؟ عند حرمة؟ مدير يا مناحي، مو موظف، مدير الشركة بصير. وليه انت من دون الجميع ودك تصير مدير؟ على راسك ريشة؟ لان كلكم زلايب. يعني ما يعني انت يا اخ مناحي مثلا ما تعرف حتى تدير محرك الباص اللي انت سوقه، والاخت واضحة ذا الدلالة ما عندها لها الساعات وتخب عليها. اما بالنسبة للامريكية هذه فما تعرف تكلم كلمتين عربي على بعض، يعني ما فيكم واحد صاحي لنا. ايه زلايب وباص وساعات وما تتكلم، ها عليه الحرام من سكيتك بالطفاية لتنوم 4 ايام في المستشفى. اسمع، انا من اول المانيتي يشتغل عند مره لو تدفع لي اجر 70,000 نقلة من البطحة للدخل. ما كنت ناوي اشتغل، لكن دام بانت اطماعك ونواياك انا بشتغل عندها عشان اوقف بس مدك الاستعماري. شو انت وش تقول انت؟ والله ما ادري، بس انا سامعه في الراديو الساعه 7:30. اوكي جورج، مي تو. هاي جورج، قولي لي يسلم على العمه همه. قولي ويسكر. قال لك تعالي، وين رايحه؟ خلاص فرحتي كلمتي جورج، تبي تروحين؟ قاعده بسولف معاك عن شركتنا. اقول لي فتحنا شركتنا احنا، وش بنبيع فيها يعني؟ اي دونت نو، هذا نكرره كمجلس اداره. اي ممكن، انا عندي اقتراح، يعني ممكن نبيع فيها ساعات. Why not؟ يعني ممكن نشتري البسطات اللي في الرياض كلها ونسمي شركتنا البسطة كومباني. اوكي، بس هذا نقرره كمجلس إدارة. صح،
طيب يعني من بيكون المدير، مرزوق ولا مناحي؟ مرزوق ولا مناحي؟ لا مو انا ولا انت. يا هي بشو مثل ما يقولوا، نكون مدير على رجال بشرنباتهم. واي نوت، هذا يقرر بعد التصويت. اوكي واي واي. خلاص يا شباب، خلاص انتهى وقت التعب، انتهى وقت العناء. ولا انا وش ولا انا غير انت وجروحك وانا. بشر استاذ، في شيء؟ في شيء؟ في شيء يا كمانجة؟ في كل شيء، فيه الخير كله. خلاص ابشركم، انا من اليوم رئيس مجلس ادارة شركة مطلق برادر، يعني ابشروا بالخير. شركة فنية؟ طبعا شركة فنية، وتختص بكل شيء له علاقة بالفن. يعني نبي نسوي كليبات لكل الفنانين، هعمل قناة فضائية، يعني هنكسر الدنيا. طيب احنا بتنظفنا. اوه يا كمانجة، انتم طبعا وظائفكم موجودة خلقة. انت مثلا، انت يا كمانجة هتكون المسؤول الاداري، اما اخونا الاخ حسن زيران بحكم انه يعني في حجم ثلاجه فحيكون المسؤول الغذائي ومسؤول المقصف. اما زميلنا اللي يملك كل ادويه الدنيا ويستخدمها بحكم الامراض الوراثيه اللي عنده فحيكون المسؤول الصحي. طيب يبغى لك واحد ترى يكون مسؤول، مسؤول ما بدي اعرف هذا. هي افا عليك، عندي اغلبه هندي. يا استاذ مرزوق خلي عنك زي الحسي، تعرف انا متولي برع الجزار ده اللي ابتكرت القنوات الفضائيه كلها. ولا انا يا استاذ تعرف اليسا مثلا، هيفا وهبي، ها عتاب مثلا، دول كلهم خرجوا من تحت ايديا، دول كانوا بيتشحتفوا علشان يشموا النور والبتاع ده. اقول الخلاء يا متولي. حلو قوي الخلاء. الخلاء، واترك عنك الهرج الفاضي، انا اللي خابري انك زين يا متولي. بس هي شوف المصيبة واردة، بس أتمنى أنها تكون أخف من المرة اللي فاتت. يا أستاذ مرزوق، الواد كمار طلع واد عبيط وهبل، وبعد العمل اللي عملها معاكم أنا والله رفضته، ما عدتوش ولا ثانية في الم... لا يا عم حط في بطنك بطيخة سيفي، ما تخافش. طيب أنا أبيك تشد حيلك وهمتك معنا متولي، أبي تجيب لنا أغاني، أبي إعلانات، أهم شيء إعلانات. إعلانات إيه يا عم؟ ده أنت قديم أوي يا مرمر والله. إعلانات إيه يا عم؟ ايه يا مرمر، يا زماني يا مرمر. كيف يعني وشلون ممكن نسوي دخل للقناة اذا ما في اعلانات؟ يا استاذ مرزوق ما سمعتش عن حاجة اسمها الاس ام اس؟ الاس ام اس يا راجل، ده انا هدخلك فلوس بعون الله في شهر واحد، في شهر واحد بس، فلوس كتير قوي. البي بي سي بنفسها في 30 سنة ما دخلتهوش. اوعى يا راجل ما تتكلمش الكلام ده قدام حد، اللي يفتكروك عبيط وهبل. انت فنان كبير يا استاذ مرزوق، ما تقولش الكلام ده. يا ويلي ويلي، هقول واضحة، ما كان التلفزيون هذا الوانه خايس شوي؟ التلفزيون اللي في بيتنا القديم يا زين زين الوانه صافيه وبنعال يشتغل. ليه ما نيبه هو ابو بوص احسن من هذا؟ كواليتي هذا حقه ما بزين. مناحي اتكيت، ليه قاعد كده؟ يا بنت الحلال يعلم الله اني من الصبح وانا قاعد تركيت، بس اليوم اني جا جراندايزر ها اخذت لي 5 دقائق بدون تركيت. والشعر ايش يقول؟ تركيت يا قلب العنا تركيت، وش ذنبي انا؟ قل لي ايش اخبار الاسفل اللي اديتك اياه؟ ما شاء الله يا لميه، ما شاء الله تبارك الله، نفس طعم الدجاج بس ان في شويه مرض. بط؟ لا يا بنت الحلال ما هو بط، انا متاكد قاعد انتف فيه انتف فيه انتف شعره يعبي له مخده، بس انه مضغوط الشعر في جسم الطير. سويت دير الحب واكلته؟ وانت الحين ما انت ما اعطيتني اياه عشان اكله؟ يو سو ستيوبيد يو سيك. لا والله لا شك ولا شيء، فكه ما دام راحت. انا بغيت اقليه قلي لكن ما كان في زيت. انت طول عمرك تسويه الغلط، انت لو لقيت لك غراب ترجل وطه وكلته. الله اكبر، يعني يوم انتوا اعطيتوني الطير ذا اللي في القفص وين اوديه؟ اطيره؟ قلت خلنا شلوطه وانت فلت 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 واكل. يعني اللحم اللي اعطيتني اياه كان لحم الطير اللي في القفص؟ الله الله، اللي في القفص اللي كان هناك هناك. وي 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 الله
الله الله الله يخليكنا هالخت، الله يخليكنا هالختي ودريه ماتها يا رب. لحظة لحظة. ادخل. سبحان الله يا مرجوك، غرفتك قطعة من غرفتي، كل شيء فيها سوا. ألا طربيجة نفس الطربيجة، ولا ماسة نفس الماسة، ها؟ تقول إن رأى القصر هذا الأول لعب علينا. يا رجال ما لعب علينا ولا شيء، لكن هم يجون كل غرفتين طقم مع بعض. هذا الله جابك يا ابن حاتركك من القصر الحين والغرف قعد. الله جابك، انا ابيك في موضوع مهم جدا. وانا بعد ابيك في موضوع مهم جدا جدا جدا. كل موضوعك اجل اول.